بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الصوم يعالج السرطان. من آخر الاكتشافات العلمية أن الصوم يمنع انقسام الخلايا السرطانية، وفي مقارنة قام بها العلماء تبين لهم أن الصوم أكثر فعالية من العلاج الكيميائي، ويعتبرون هذه النتيجة مثل فتحا علميا كبيرا في علاج أنواع السرطان. صراحة ما نقول سبحان الله، لقد أعطانا الله علاجا مجانيا وهو الصوم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة البقرة آية 184. هل تصوم أخي المؤمن لتقي نفسك من شر هذا المرض؟ والله أعلم.